في اوضه والشغلان. قول الاكل الحرام يخاف. بس بكره اللي كلوا يفسدوا. طبعا مش كده؟ امال لا، بس احنا لازم نشجعه ان هو بطل، ولازم هو بطل نشجعه. تجاره ولا بطل ده اللي احنا هنعرفه يدمن. منه هو معانا واسمه ربيع، بنقول له اهلا وسهلا. اتفضل يا ربيع. تعال يا ربيع. اهلا وسهلا. صباح الخير. ازيك ربيع؟ صباح الفل. ازيك ربيع؟ صباح الفل. الله يسلمك. عارف اذا كان بطل ولا لا؟ هنعرف. انا جايب لك واحد بيقفل ست استعد. يا قوم يلا وريني اعمل لي سبعه ضغط على الصباع الشمال. تصدق ممكن اعمل. تمام يعني ربنا كرمك. ممكن. الحمد لله. لا يا حبيبي ربنا يخليك. يعني احنا عارفين يا ربيع ان انت كنت ربيع بهزر معايا. لا والله عادي. بس الحمد لله ان انت ربنا هداك للطريق السليم. اصلا واضح ان ده وقع في اول مطب في الطريق. ربيع انت بطلت الحمد لله انك انت تاجر مش كده ولا ايه؟ ايه لحد كده ممكن. ده قال لي ايه؟ لا اللي يدخل على اللجنه قصدي تقول له ايه ده؟ لا انت يا باشا متهيئ لك. يلا يا باشا في ايه؟ قال لي احنا متهيئ لك. انا اللي متهيئ لي. مش انا يا باشا. يا باشا لا لا ده كويس. لا ده بالنسبه لاصحابي كويس قوي. ده ابن ناس طالما جاي في الهاها بس كفايه. ربيع انت كنت بتاجر في بس يا عشان فاهم. والله جت لي كريزه وربنا. يعني تاجرت فتره في المخدرات وبطلت الحمد لله. انا كنت بتاجر. دلوقتي ببيع بس. بقيتش هتاجر. انا اول مره اشوف مجرم صريح كده. لا يعني الناس دي بتتاجر في المخدرات بكل امانه وشرف. يعني انت كنت بتتاجر في المخدرات وبطلت. دلوقتي ببيع بس. ما هي التجاره. لا لا تختلف. التجاره غير البيع. يعني التجارة ده حاجة كبيرة جدا. التجارة لكن البيع. أرد عنك ولا إيه؟ أنا والله أنا تمام. هو نفس الكلام والله العظيم. يعني هو بيرد بنيابة. يعني أنت بطلت تجارة الحمد لله. خلاص أنا دلوقتي عايش سرح في الملكوت. يعني بتشتغل في إيه؟ دلوقتي انا ما بشتغلش، بس انا ابتديت بقى بتاع مزاجي بقى اشرب كل حاجه حضرتك تخيلها. يعني انا شربت بانجو، شربت حشيش، شميت كولا، يعني اي حاجه. الحمد لله. كويس. وبطلت الحمد لله. الحمد لله. عارف حضرتك الكاوتشات الجديده؟ الكاوتشات الجديده؟ كوتش. كوتشي. مش بيبقى فيه اكياس بيضه كده بتخلي ريحته حلوه؟ اما بيكون جايب واحد نفتالين. نفتالين يا بيه. زي النفتالين. عارفه حضرتك. ده حلو ده. والله ده مفيش حاجه الا انه يطلع لنا من جيبه مرهم بواسير دلوقتي. مفيش حاجه ناقصه حاجه. والله العظيم. والله العظيم ايه؟ اصل بيعملوا دماغ. دماغ ايه البتاع اللي بتبقى في الجزم دي؟ والله العظيم اللي بتبقى كيس كده فيه بتاع كده. والله دي بتشربها؟ لا مريض. دي حلوه للكوتشي. بتخليه يعني احنا الحلقه مش على الكوتشي عموما يعني. لا حول الله يا رب. معرفش انا حلقه عن المخدرات. دماغي جابتني في الحوار ده والله. الواد ده هولندي. الواد ده هولندي بيعيش في هولندا. مش ممكن. يعني انت دلوقتي الحمد لله وقدام الجمهور بطلت تجاره. بطلت تجاره. تجاره حرام. تجاره حرام. انت دلوقتي ايه؟ انا دلوقتي وشربها حرام برضو. عشان الجسم ده امانه والله مفروض. يعني تعالى نتكلم بجد شويه.
الجسم المخلوق اللي من طينه ده اللي ربنا سبحانه وتعالى صنعه وادى لك الكتالوج بتاعه تتعمل ايه وتاكل ايه وتبعد عن الحاجات لما انت تحط له اي حاجه مضر ليه ايوه يبقى انت بتخن الامانه على صحتك. مش كله مش كله مش كلنا مش كلنا فإذا اللي بيتاجر حرام واللي بيشرب حاجات حرام. مش بشرب كله انا بشرب بس اللي هو اصل حضرتك عارف ان انا اصلا مش هستغنى عن الموضوع ده. صح نعمل بيزنس لا يمكن ابطل لا يمكن ابطل لو هتقتلوني يا عم انت حاليا بطلت تجاره وبقيت ايه حقوق والله يا والله يا نهار عجباك دي ها بطلت تجاره دلوقتي ايه حقوق عموما احنا بنعتذر للجمهور طبعا نعتذر ايه انا كان نفسنا يبقى حد قدوه انا قدوه لمجموعه من الناس مجموعه من الناس شويه اللي هم مين الضريبه قدوه ليهم على اساس بتخدمهم بخدمهم وانا شجاع شجاع انا بظهر اهو عادي بتظهر يعني طالع في البرامج ومش بس حرام يعني يعني هتعمل ايه هتقول لربنا ايه بص لحظات الدقيقه ربيع يعني احنا بنشكرك جدا اما تعمل ربنا هتقول له ايه بس على جرأتك دي عموما بس يا ريت تبطل ان شاء الله باذن الله ان شاء الله سنه كده وممكن يا رب في السنه دي ما تقبضش عليك ان شاء الله شكرا يا ربيع بنشكر ربيع بنشكر ربيع سنه داخل في الشاشه راح الشاشه دخل في الشاشه يا عم ربنا يوفقه ربنا يوفقه بس بسرعه شويه يعني مش لازم تقلق احنا عموما بنناشد الشرطه ده نموذج جبناه ايه يا عم قلت الكرسي حلو وانا اللي حصل في دماغي ولا ايه ربيع قصه طالنا ولا اللي حلو ولا دماغ اللي عالي يعني احنا بنحاول نسلم